عندكم واحد الاشبه كاع الناس عارفينها وراسي ايما دو كلشي عارفه الحريقه وي لوختي الحريقه لوختي حريقه الحرشه هذه هذه تشديها غتجبدها من جدرها حيت جدر هو فيه هذوك الحديد وداك الشيء وتشديها وغتعلقيها من جدرها يعني الوراق التحت وجدر الفوق وتخليها تنشف فوالا باش تقدري تحافظي عليها وتبقى لك هذيك الحريقه ونصها ندقو فهمتي ونخلطو غير مع الماء سخون نديرو ماسك داكوغ لشعري واحد الساعه غادي يجيب ليه المعادن وغادي يغديه من الفوق ويعطيه الحديد والاخرى تاخذوا ديك الجمره لا كالوندولا كنقولوا احنا الجمره ديك الجمره وي راه كاينه حتى هي في الربيع وفي الاخر تجيبيها حتى هي تكرمات نفس الطريقه وديريها دي زانفوزيون فؤاد اتاي الصباح شربيها هذيك ديريها مع لي زانفوزيون الحريقه الحرشه يعني بحال تيزان تيزان داوي من برا ومن القدر شحال القدر ديال الجمره اللي غدير السيده داكشي على حسب يعني كدير بحال غادي دير واحد وريضه ودير واحد العريش ديال يعني كارم منشف كيف وريتها ديال الحريقه وتشرب ثلاثه المرات في النهار غتعطي غير الحديد للذات ديالها ومره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانات يدقوا وتخلط من بعد ودير بحال المحنه ماسك هكذا وتشقق به الشعر وتخلي ساعه وتغسل غادي داوي لها شعره والناس اللي كيسكنوا حدا البحر راه كاينه الربيعه اللي كيدخلوا كيجيبوا هذوك البحاره من الداخل لزالك هضرنا عليهم لزالك حتى هي طحالب البحر طحالب البحر حتى هي تاكلهم وديرهم في شعره كنعاود داك الربيعه الربيعه الناس كيقولوا كيفاش غناكل داك الربيعه فاللي كتكلوا كتكون كوميستيبل هذيك خلاص كتاخذها الانسان ياخذها من الاماكن اللي كتكون مرخصه يعني من الكونت سيرفاس ولا الاماكن اللي كيبيعوا هاد المواد الصينيه فوالا لان دابا الا قلتي الا قلتي غادي ياكلوا هذيك الربيعه اللي ما كتكلش مسمومين كتكون طالعه لو طو ديال لو سيانيك يعني السم كيكون طالع بزاف دونك هذه يمكن تسممهم اما الاعشاب الاخرى فكنشدوهم نيبسوهم كي حتى كيبسوا مزيان كيتنشفوا ولا نديرهم نخشيهم في الفران يعني يكون سخون حتى كتيبس وكنطحنوهم كتدقوا ونديرهم في واحد القريعه يعني ونوليو نستعملوها كما قالت الاخت فاتحه كبودغ للتساقط الشعر الفطور ديال الصباح العيالات الفطور ديال الصباح رجعوا لذاك الدشيشه حيت ساهله تقدري ديري فيها الشعير ديري فيها الشوفان ديري فيها زعتر ديري فيها زيت الزيتون تقدري ديري فيها كاع النباتات وهي زوينه الصباح كلها قبل الفطور غير هذيك راه هي الوجه هي الظفران هي الشعر هي كل شيء مع الوقايه بيان سور.